السلام عليكم الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنتكلموا فيه على موعد ديال أصحاب التكوين المهني، يعني الترميم ديال أصحاب الأوسبيلدونغ مع القنصلية الألمانية. كيفاش يمكن لكم أنكم تحجزوا الموعد؟ كما كتشوفوا أنا كتبتيو تكتبوا دويتش بوتشافت غاباط، يعني القنصلية الألمانية في الرباط. هنا كتمشيو للصفحة الرئيسية من هنا، أولا نمشيو هنا لتحت فين كاين غاباط إركا ترمين، يعني هنا كتمشي نيشان للبلاصه ديال الموعد. لما سيرت انك تدخل هنا وعاد تبدا تقلب، غندخلو هنا. هنا كتلقى فيزا ناسيونال، يعني غتمشي لفيزا ناسيونال، كتمشي هنا لتحت الفايتا على حساب اي لغه. كما كن اي لغه كنتو داخلين بها في نفس الاشياء كتدخل نفس البلايص، فكتكون فقط غير لغه مختلفه. كتمشي هنا لاخر وحده لتحت، هنا لتحت ريجستريونغ في تامين في فيزا سو او باس او فنامه اون زونتيغا. هنا اعطيكم اوس بيلدونغ، شو هنا مكتوبه للناس ديال الاوس بيلدونغ. كتمشي لفايتا، هنا اعطيكم غير معلومات بلي راك مورا ما غتحجز الموعد غيجيك مورا 30 دقيقه، كيجيك واحد الايميل، يعني خصك تعطيو الايميل ديالك صحيح. كيجيك واحد الايميل فيه الريفيرونس نيميرو دو ريفيرونس ديالك، زعما الرقم ديال الطلب ديالك ديال الفيزا. يجيك واحد الرقم فيه كيجيك بانك راك تسجلتي معاهم، ياك زعما انك تسجلتي لواحد المواعيد ديال الاوس بيلدونغ او ديال اي حاجه كنتي تسجلتي. نفس الشيء كيجيك واحد الايميل بلي راك تسجلتي، وبلي راه غيجيك ايميل من بعد واحد المده اللي كتكون مده طويله، اللي كيجيك كيقول لك امتى عندك الموعد مع القنصليه بالضبط بالنهار وبالساعه. هنا ملي كتقرا داكشي كتجي هنا، كتدخل هنا كتعمر الاسم العائلي، الاسم الشخصي، الايميل يعني العنوان البريدي هنا او الالكتروني. هنا ايضا الايميل كتعاودو جوج مرات باش انه يكون صحيح، لان الايميل شيء ضروري. هنا الجيبوت ستاتوم وهو تاريخ الازدياد، هنا رقم جواز السفر اللي تا هو خصكم ضروري تردوا ليه بانه يكون صحيح. وهنا كتختاروا، هنا عاطينكم شنو النوع ديال الفيزا اللي نتوما بغيتو. هنا كتمشي الاوس بيلدونغ هي الثانيه، كاين اوايت اوف نامه تحت منها اوس بيلدونغ، كتختاروا ضروري انكم تختاروا اوس بيلدونغ. الا ما اختاريتوش حتى وحده راه ما يمكنش انكم تحجزوا موعد، والا اختاريتو شي وحده اخرى غالطه فهنا كيكون عندكم ترمين موعد ديال واحد الحاجه وكتمشيو نتوما باش تدفعوا حاجه اخرى، فهنا يقدروا ايضا انهم يوقعوا لكم مشاكل، لانه الموعد ديال الاوس بيلدونغ ماشي هو الموعد ديال العمل، ماشي هو الموعد ديال الاوبر، كل شخص كيكون عنده الموعد ديالو. لهذا ضروري انكم تردوا البال لهذه القضيه، وانكم تكليكوا على اوس بيلدونغ وكتكليكيو هنا وكتكتبوا. من بعد ما كتكونوا عمرتوا هاد الخانات كاملين كتشوفوا التصويره زي شنو فيها كتكتبوها. يمكن لكم انكم تبدلوا التصويره الا بغيتوا تبدلوها، ما بانش لكم باينه كتبدلوها من هاد الخانه هذيك، كتكليكوا هنا كتبدل التصويره كما شفتوا تبدلات. ومن بعد كتكليكيو على هنا سبايشان وكيكون هذا هو الحجز ديال الموعد. ومن بعد كيجيكم جميع الاشياء كتجيكم عبر الايميل ديالكم. كان هذا هو الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم وتهلاو في راسكم.